قصة مالالا يوسف زاي اللي هي مؤسسة مالالا فاندي أكبر دليل إنه صوت فتاة وحدة قدرت تغير في صورة التعليم بالعالم، ما بالك 133 مليون فتاة بالعالم شو فيهم يغيروا. واليوم بلبنان عنا فتيات لهم كثير من القدرات وشباب فيهم كثير من الطاقات، وأكبر دليل مشروعنا بباب التباني قدي طلع منه طاقات وتجارب ناجحة وقصص ممكن نحن نستفيد منها. ونحن فخورين جداً بشراكتنا مع صندوق مالالا اللي عم بيخوض هيدي المعركة على مستوى العالم، ونحن عم نتشارك نحن وياه على مستوى لبنان. هالشراكة اللي هلأ صار عمرها تقريباً سنة واللي طالت لحديت هلأ 1200 بنت وصبي، بدنا نجرب قدر المستطاع بالشراكة مع كل الفاعلين بمنطقة التباني نغير الأفكار المسبقة. مش معناها عم نشتغل بمناطق مهمشة ومحرومة لأبعاد سياسية، معناها ما فينا نخلق من رحم هيدا الحرمان الإبداع. جلسة الساعة بالنفس كانت من أهم الجلسات اللي غيرت بحياتي وخلتني أحب حالي أكثر. أما عن جلسة التنمر ما بعرف شو بدي أحكي غير إنها كانت من أجمل الجلسات اللي مرقوا معي، لأنه فادتني كتير بحياتي، لأن أنا شخص كان كتير بيتعرض للتنمر. أما عن جلساتي مع مدام لوريا ما بعرف شو بدي أحكي غير إنها كانت الدواء النفسي، لأنه فهي ساعدتنا إنه نحكي أشياء كانت كتير مكتومة جواتنا. أول شيء كنت مفكرة رح زيد هيدا المشروع على حياتي العملية، بس أنا طلعت عم زيده على حياتي الشخصية والإنسانية. إنه مناهجنا من 97 98، وهيدا يعني أكيد في قدم بهالمناهج. صار ضروري إنه يكون في مناهج حقيقية حتى توصل لإنسان فاعل في قلب المجتمع يسعى إلى مجتمع دمجي بحد ذاته وبهويته. بالمحصلة عم نوصل حالياً 2022-2023 لحوالي 700,000 فرد لبناني عم يوصلن مصاري كاش بالدولار لحتى نأمن لهم معيشتهم، لأنه إذا ما أمنت لهم معيشتهم ما فينا ننقل على التعليم.